أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونعرف منها أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا بسان، صباح الخير يا منى، صباح الخير يا سعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. حسيتوا ان الجو النهارده الحراره مرتفعه شويه عن امبارح كمان؟ يا ريت، يعني طبعا منا بتكره الصيف، لكن انا اصلا ما فيش شتاء عندها. انا نفسي الجو يبقى حر. نفسك الجو يبقى حر؟ لا، انا يعني بحب الجو اللي هو المعتدل، لكن الحر الشديد او البرد الشديد ده بيبقى بالنسبه لي صعب شويه. طب كل الاحوال انا دايما حاسه بحر شديد. انا عارفه في عز الشتاء. يعني تمام، يعني خلاص هنعمل ايه؟ فعلا، بس خلوني في الاول اخدكم كده جوله سريعه عن احوال المرور، وده هيكون في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا جولتنا من محافظة القاهرة، وتحديدا هنبدأ معاكم من كوبري أكتوبر اللي المفروض هيكون بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة وكوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، عليه برضو كثافات مرورية. لكن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. هنستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، والهرم بيشهد كثافات مرورية، والكثافات كمان بتزيد مع ساعة الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في وتقاطعه مع المريوطية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات برضو مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. بتظهر برضو كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما بنوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ونروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، وفي كثافات بسيطة عند كوبري استالي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية في سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند قاطعه مع محور محمد نجيب. نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها بتكون متحركة. هنكمل جولتنا ونروح لأسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية. وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية.